اشتي رطاس لا كفى بعض ناس غربلني وغربلتك لا 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 غربلني وغربلتك لولا الخوف بهدلتك قرطاسني بعد نشتك فزت بعد ناس قرطاس قرطاس لولا بعض ناس قرطاس قرطاس لولا بعض ناس. طيب وقف، من جاب هذه قرطاس؟ هذا شو اسمه ذاك؟ ليش ليش تحب تقلب الجو؟ لا 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 عبد الله الميدي، عيد سعود، لا عيد الدوسري الشهري، لا جاب ابو سيف، عيد الدوسري. بالله والله انا ابو سيف هو اللي جابها، جابها في مؤتمر قال طلعوا قال جيب لنا صحه جديده. ايوه بيعطيك اطلبوها قصتها، هو اللي جابها ابو سيف. يا يا رجل طالع الشهود هذا، لا يا اخي ابو مو عيد سعود اللي جايبه، عيد سعود يا رجال. انا والله سمعت من عيد سعود، اسمع ابو سيف يا رجال، عيد سعود قل له ابو سيف، مو عيد سعود حتى، عيد الدوسري. عيد عيد الدوسري، عيد الدوسري صح. طيب عيد الدوسري هذا اللي يشهد الله يغفر لي. لا 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 اول ما تعلمت التصوير الفيديو ابو سيف هو اللي جابها، فجاه ابغى اسوي عليها يا رجال. علقت واحد من الشباب ما صدقوا ايش مبتدع يمزح. ايوه ما نزل الاسواق من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمه للعباد، ما نزل والله لو نزل يا شيخ شلون نقطه سوداء بتاريخي. اول ما صورت فيديو كليب يقال اني ابغى اصور، يعني اول ما تعلمت الفيديو صورت علي شوده هذه قرطاس يا رجال، قرطاس عرفت يا شوف شو مسوي واحد من الشباب معلقه في شجره. انتم معلقين. اوكي اعطينا السؤال منظور. والحمد لله ما نزل. سلمان اول شيء انشدت انت نشيد مضبوط وشي؟ عطنا ادري كلمات القراءه، عطنا وش اول نشيد انشدته؟ ايه؟ تقصد كتسجيل ولا انشدته؟ اول نشيد تعلمت عليه اي يعني طبقته كلماته كلماته ماشي حال. اول شيء اول انشوده، اول انشوده استيسينا كنت انشده دائم بابتدائي ترى ما كان ايام رابط. ابي ابي كلمات جديده. لا هي نشود قديمه زين ما تعلمها والله يراجعون. اقول لك يا اول نشود يا ابن الحلال اسلم والله يا بعض الناس اقسم بالله ما تقدر تهرج عندهم. لا يا شيخ لا تزعل هو اللي يسال يعني يوم تشده ابتدائي جديده بسيطه بسيطه ايوه يقول لا اله الا الله هو مغطي على رقبه النادي. كم عمرك انت الحين؟ تراك اكبر ما بالجلسه. لا 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 كذا بنوصل مزاح الناس. لا معلش طيب ستوب ننتقل السؤال هنا لان الرجل بدا يسال. تفضل سلم حبيبي. اسمع معقول يا شيخ الحين هم خلونا هرج هذا يهرج وذا يهرج. طيب يا سلمان صلي على رسول الله. سلمان صلي على رسول الله. اول شيء انشدته كانت في ابتدائي تقول ايوه باختصار ما قال انشد قاوشتي بس اسلم. لا انشد 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 ابي اناشيد الحين ابو فهد انت تسوي ولا هو؟ لا يا اخي هو سؤال واضح. لا دقيقه قاعد وشي يعني شو اسمه بس طيب ما قال انشد دقيقه ابو فهد عانق تقدر تقوله كله. طيب عانق قلبي وجودي. لا لا قولها قولها عانق قلبي وجودي خلاص. لا لا بقول ان شاء الله لا اقول ان شاء الله لا اقول. عناد انا عرفته انا عارفه الحين وشي يلا قولها قديمه قولها قولها يا رجال والله يا رجال وشي جديد بصوتك بس انشود قديمه ايه وي لحن وي وش نشوف انا صل على النبي انا اصلا ما يدخل بالسؤال. صل على النبي فهد فهد صل على النبي. الرجال قال انه صور كليب على قصيده نكت يعني انا قصدي انه اشياء احيانا شتن كيف الحال يعني تغليف يعني وش اسمه يعني انا صاد تبي شيء يعني لا نبي سلمان يعني انا في شيء يمكن ما تدرون عنه انا مطلع شيء كامل يوم تصغير البوم البوم كامل اسالك بالله والله العظيم ونازل السوق نازل نعم من الله انه منقطع وانت صغير منقطع ايه نعم من الله انه منقطع انهم مسجله بالمدنب عندكم منقطع من كثر ما هو انشرى تحبوها انشرى المهم انه منقطع هذا نعم من الله هذا الشغل هذا الشغل سلمان عطى نشوت خير تونا نسمع لا خلاص ضيق صدرك انا بسمع كنت انا ابو الشيخ لا 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 ضيق يمكن كنت انا قلت يقول لك خلاص بيض الله وجهك يا خلاص بيض الله وجهك شرط واحد تقول بيض الله وجهك سلمان سلمان تقول بشرط واحد لا بيته اي معلم شيء تدري شلون ما بيك تقول الحين بصوتك القوي ابيك تقول يوم ان صوتك شين لا ما صعب شلون صعبه
تبي وامسحوا دمعي وعودوا انتم بدرا بليل كالح داجن يسود بالوفاء دم دوما يجود زي كذا هذه كانت كنت 24 ساعه يوميا انشد يعني هذه ما شاء الله الله يزيدك كادر جوك بيض من زمان رايك كنت احسب جوك بيض من تالي هذا من زمان بالله اسلم ابو حامد انت اسلم ابو حامد سمعنا جوك العليل ايوه يا مسلم يا ذاك وش اسمه يا رجال جونا كلنا عادي ترى يلا يلا روح انا ايش بدي ليس بعد ما جدر عندي بيجي راح ننزل بليك بدي خلاص اسلم بس غير انشدتين انت كنت تحب انا صغير ايوه المسلم هذه الثالثة هي اللي كنت أنشدها دائما خندقي قابري وقابري خندقي حلو حمد والثانية بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الجمع رجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني هذه النداء وحدها صح؟ اي نعم أتكاكل الجو اللي قبل أي شيء عليها اللي قبل أي أبو حامد برضو ندير عليها شيء أبو حامد أنت كذا كان جوك حلو كان جوي عليل أنا حلو ولا ثالث أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون كملوا طال لا أسلم أبو معتز وراي يا أخي كمباص أنا أخيري أنا صينية فاكهة يلا أبو فهد والله ما أدري أتخرب الجاسة معليش شباب تسمحوا لي والله يلا أنا ما حتكلم لين أبو فهد يهلي حقه بالعكس فهد من أنا يوم كنت بثالث ابتدائي كنت بالفصل فصلنا ما كان في كراسي واجد شويين يعني وكنت لما أتكلم يجي صدى قلت هذه فرصتي اني الظاهر اني انشد ان منيب كان معك انشدت انا صوتي جميل جدا اكتشف المدرس بس حبيبي خير نسيت اسمه ان شاء الله المهم كنت اردد دائما اشوده اسمه منيب مدرس جدا جميله يقول سلامتك نود لك من غير عرفت ناس يعني طبعا انا مسجل عندي نود لك سلامتك يعني كان عندنا مسجل واحط الكاسيت هذا واسجل بصوتي وان شاء الله اذا طلعت من القريه ابغى راح انزل حصريه هي طبعا قبل 10 سنوات هذه حقه الدفاع المدني ترى كلام واضح جوك والله عليك السؤال هذا لا تسأله انه مخلط اسلم ابو سلام ورحمه الله وبركاته انا احسب لك مساك والله بخير الله يمسيك بالخير اسلم بالنور انا شيدين هلا بكبرنا شيخنا وميرنا هلا بشايبنا هلا هلا ببونا هذه كم هذه زلمه اوفر اوفر انا اسلم شايبكم انت اسلم ابو معتز بسم الله شايبكم انت اول نشيد في اذاعه مدرسيه كان والله ما اجمل الشجره خضراء مزدهره بثمارها جادت ما اجمل الشجره في ظلها الحاني طفل وبستاني جلسا يقولاني ما أجمل الشجرة ما أجمل
ما أجمل ما أجمل الشجرة. هذه أول شيء كانت طبولية. بعدين من ضمن الأنشيد كانت أيها العالم ما هذا سكوت أو ما يؤديك هذا الجبروت أو ما تبصير في الشيشان ظلما أو ما يرضيك هذا بروت. هذه كانت جدا محبة لقلبي بإضافة إلى حقة الوطن. مرة قلتها وقلت لك أنا يا سلمان يا قدمك أنا ترى أحبل أنا حب الأوطان من الإيمان إن لنعن أسرارا ما اخترنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان إن لنعن أسرارا ما اخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين وكتابنا في عليين جنة خلد وأنهار اخترنا حبك يا أوطان. الله سلام بالله ما حق السجا شباب أنا بغيت أقول لكم قبل شيء بغيت أقول ترى ليك طاهر النورس وهذيك الحاجات كانت لها دور يا جماعة كمل ابو فهد يا شباب صلوا على النبي انا كمل لا صلوا على النبي توكل حبيبي اسلم ابو هيب زين انا شيء اللي اول ما شفتها يعني وحفظتها ايوه تعرفوا انت معروفه هي وش طبعا هي واحد شفتني معلمه احنا من الاول الرابع درسنا معلمات زين استغفر الله نظام دول ما اعرف اسلم زين تبي تنشبها في علك انا عارف شوف ايه زين اسمع فانا انا قاعد اكتب درس كان درس لغه عربيه كان وراي معلم كان تسمعني فانا قمت ابوي كان شاري ذاك السيدي القدس وسنادينا اللي في محمد عبيد وفي مطار وفي فين ذاك كنا صافي ظني سمعنا من الطيب خفيفه ذي زين الله يقول لك القدس تنادينا القدس تنادينا قدس تنادينا قدس تنادينا غير محلها ليش؟ وانا وديها هي نفسها هذه اللي اللحم جيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتها العذراء وننشر فوق كرايتنا ننشر فوق كرايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا أبناء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا ستعود لنا قدس وطنا أول شيء في الطابور أول شيء ما أنا صاص إنزين ما والله ما أرد أولى إنزين بعدها مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ما مات عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون أن من فوق الثرى لا يسمعون ولا يعون ويح نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود ويح نفسي أفلم ترى وهي ترسخ في سجود. النشيد الثاني يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني
يهزو يا فك بالامل ويهز كل كيان. الله الله نخلد مو نخلد ظافر ظافر ايش الانشيد اللي كنت تحب تسمعه؟ يعني ما كنت تشيلها انا حبيبي لا عندي قرطاس طلع عني الله. هي طبعا اول انشوده وبشاره اخواني انتم كيف تلعبوا؟ اصلا اللي هو انشود لطي حبيبي عرفتوا انتم تقولون اكتشاف مواقف ايش يا اخي عندنا ثانويه